هل من نصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال والطعن في الناس ويتهمون الآخرين بما ليس فيه؟ هل إيش؟ هل من نصيحة للشباب الذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال والتحذير من الآخرين ويقعنون الناس ويلقطون فيهم التهم؟ هذا لا يجوز، هذه غيبة والعياذ بالله. ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. وهؤلاء هل هم ما فيهم عيوب؟ ما فيهم، ما لهم ذنوب؟ لماذا لا يحاسبون أنفسهم وينظروا في عيوبهم وذنوبهم ولا ينشغلوا بالناس؟